السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. النهاردة معدنا مع حلقة جديدة من مسلسل جديد، هو سكويد جيم أو The Challenge، لعبة الحبار تحدي. يلا نبدأه على طول. بتبدأ الأحداث بكذا شخص في أماكن مختلفة في المدينة، كل واحد منهم كان واقف لوحده في مكان معزول بينتظر حاجة. بعد مدة من الانتظار بتعدي شاحنة مقفولة بيركبوا فيها وبتاخدهم على مكان مجهول محدش كان عارف رايح على فين. كل اللي كانوا حاسين بيه النوم في فيلم ويلي وانكا ومصنع الشوكولاتة، ومستني يفوز بالبطاقة الذهبية اللي هتعيشه ملك طول عمره. وبنعرف انهم اشتركوا في لعبة كانت الجائزة فيها 4,650,000 دولار، يعني رقم لا يستهان به. ما بالك بقى لما يبقى المبلغ ده كله ممكن يكون من نصيب واحد بس، ايه اللي ممكن يعمله علشان يفوز بيه؟ ده حتى لو كان رقم اقل من ده ممكن الناس تموت بعضها عليه. لما المشتركين في اللعبة دي واللي عددهم 465 بيوصلوا المبنى، بيلاقوا ان الحرس والقائمين على اللعبة كلهم لابسين بدل حمراء وماسكات ومش معروف شخصيتهم ولا حقيقتهم. ده كان مخليهم حاسين بالخوف شوية. قبل ما يبدأوا اللعبة كل واحد من اللاعبين بيدخل غرفة لوحده وبيتكلم في الكاميرا عن نفسه وعن انطباعه عن اللعبة والاستراتيجية اللي ممكن يلعب بيها. مثلا ستارلا رقم 318 واللي وظيفتها في الاساس ضابط مراقبة، كانت مشاركة في المسابقة علشان عاوزة مبلغ الجائزة تدفع منه أقساط عربيتها وبيتها بالكامل وتعيش بحرية من غير ضغوط أقساط وديون. كل لعبة بيتجمعوا في ساحة كبيرة كان في آخرها عروسة لعبة ضخمة جدا وخط النهاية. دي كانت اللعبة الأولى، المفروض إن كل ما العروسة تغني الكل يجري، بس أول ما العروسة تسكت لازم يقفوا، ولو التفتت ليهم وشافت حد منهم بيتحرك هيتم إقصاؤه. بنتعرف على واحد من المشاركين اسمه برايتون، كان باين عليه إنه شخص رياضي وكان له تفكير مميز. كان شايف ان التعاطف ما هو الا نقطة ضعف، مش حد هيوصل للإدراك ده الا لو كان ذهنه قوي وعنده تحكم كامل في عقله. ترايبا كان داخل المسابقة هو ومامته، وكان من ناحية قلقان انها ما تقدرش تكمل المسابقة، في نفس الوقت كان شايف انها علشان كانت نجمة رياضية سابقة ليها خبرتها ممكن هي اللي تشجعه وتسنده. في كل الاحوال كان فخور جدا بيها وشايف انها احسن ام. في الناحية التانية كان في 2 اصدقاء داخلين المسابقة سوا، مع انهم كانوا بيثقوا ببعض جدا لانهم كانوا واثقين من انهم لو نفسوا بعض في النهاية فكل واحد هيركز على مصلحته لوحده. والمسابقة بتبدأ، اول ما العروسة بتغني اشارة حمراء واشارة خضراء الكل بيجري بسرعتهم، وفي لحظة العروسة بتسكت وبتلف راسها وكاميرات المراقبة بتلقط لتحركوا وبيتضربوا بيتم اقصاهم من اللعبة. بتتكرر الحركة دي مرات كتيرة في خلال 5 دقايق، كل مرة بتكون اسرع من اللي قبلها. كتير جدا من اللعيبة بيطردوا، وكان باقي من الوقت 30 ثانية وتراي كان عبر خط النهاية ومامته لسه. كان متوتر جدا، في اخر مره كان باقي 15 ثانيه كانت مامته نجحت في انها تعدي خط النهايه لغايه ما بتخلص اللعبه. بعدها كلهم بيروحوا على العنبر اللي هيعيشوا فيه اليومين دول، واللي كانت السراير فيه 4 و5 ادوار علشان تاخد اكبر عدد. شويه لما بيرتاحوا بيبداوا يتعرفوا على بعض، في اللي كان عاوز يكون صداقات علشان يضمن ان يكون في حد يساعده في المستقبل. ده في الوقت اللي بيجي مجموعه من المسؤولين عن اللعبه وبيعلنوا عدد اللي تم استبعادهم، وكمان بيظهروا حصاله الفلوس في سقف العنبر. وكان اتجمع فيها دلوقتي حوالي 250,000 دولار. كان تم استبعاد 259 لاعب، وبنعرف ان كل واحد بيتم استبعاده بيدفع 10,000 دولار، والفلوس اللي بيجمعوها منهم دي هي قيمة الجائزة. يعني كل ما حد بيستبعد قيمة الجائزة بتزيد. بيعرفوا ان هيكون في اختبارات لشخصيتهم ومعاملتهم لبعض، وفي خلال وقت قصير هيكون في استبعاد للمتسابقين. في الوقت ده كتير بياخدوا بالهم من برايتون وكانوا شايفينه اناني، بس هو كان من وجهة نظره انه شايف انه مش من الصح ان واحد مثلا كل شوية يشتكي ويلوم ظروف الحياة الصعبة عليه، لان كلنا بنمر بظروف صعبة مع اختلافات، بس الفرق انك ماشي تشتكي، انما في اللي بيتقبلها بهدوء وبيحاول يعديها. بعدها دايني وكايل بيتعرفوا على بعض وهما بيقشروا الجزر في المطبخ. الاتنين كانوا بيتكلموا تقريبا بقوا اصحاب، لما بيتفاجئوا بصوت بيكلمهم وبيقول لهم ان تم اختيارهم لاختبار سريع. الاختبار كان انهم يقدروا يختاروا شخص يستبعدوه من اللعبة او شخص يكون له الافضلية ويساعدوه المرحلة اللي جاية. ساعتها الاتنين بيبدأوا يفكروا. كايل كان من رأيه الاول انهم يساعدوا شخص، بس جانب تقنعه انهم من الاحسن يستبعدوا واحد ويزودوا ال10,000 دولار اللي حصلوا فرصتهم للفوز تزيد. فعلا بيختاروا شخص يستبعدوه بعد التفكير. قرارهم ده بيفضل سر وهيتم الاعلان عنه بكرة. بعد شوية بيخلصوا تأشير الجزر وبيرجعوا العنبر. ساعتها بيبدأ توزيع الاكل، كل واحد بياخد علبة اكل وبيقعد ياكل، مع ان الاكل ما كانش عاجبهم قوي. كان في شاب بقى اسمه لورينزو اخد علبة اكل وراح عند سريره وخباها فيه، ورجع تاني للطابور مرة تانية واخد علبة اكل كمان. واحدة من زمايله بتشوفه بتستغرب موقفه ده وان ازاي بيسرق الاكل،
لا وكمان بعد ما خلص العلبتين اللي اخدهم بيروح يقعد مع البنات، وكل ما واحده تكون مش هتاكل اكلها بياخدوا منها وياكلوا هو. محدش كان عارف هم بالنهار ولا بالليل، ما كانش فيه لا شباك ولا باب ولا ساعه ولا اي حاجه تخليهم يحسوا بالوقت. اول ما انوار العنبر بتنطفي الكل بيناموا. تاني يوم كان واحد من المتسابقين الكل بيهنوه بعيد ميلاده وبيعملوا له عيد ميلاد في السريع شويه، وبيجوا الحراس وبيعلنوا ان تم استبعاد واحد منهم، وده اللي كانت دايني وكايل استبعدوه. الكل بيتصدموا لما بيعرفوا ان في حد منهم اختار انه يستبعد لاعب تاني، واللي استبعدوه كان موتي علشان كان طول الوقت بيتكلم مع زمايله وبيكون صداقات فبيحسوا انه خطر عليهم. دلوقتي بقى الكل محتارين وبيشكوا في زمايلهم مين اللي ممكن يكون اختار استبعاد موتي. بعدها بتبدا اللعبه التانيه دالجونا، والكل بيتعبوا الحراس وبيعدوا من منتهى لغايه ما بيدخلوا قاعه كبيره كلها باللون الابيض. بيتم تقسيمهم اربع مجموعات، بيقفوا كلهم اربع طوابير، بيتم اختيار الاول من كل فريق وبيدخلوا قاعه تانيه. دي كانت لعبه اقراص الحلوى، اللي يختاروا شكل قرص الحلوى علشان يفرغوه بابره من غير ما يكسروا الشكل المرسوم. الكل كانوا مرعوبين من اللعبه دي لان اصعب شكل فيها كان الشمسيه، لان فيها موجات كتيره هيكون صعب تفريغها من غير ما يتكسر القرص. المفروض على اربعه النوم يتفقوا على اختيار الاشكال، مين هياخد المثلث ومين هياخد الدايره والنجمه والشمسيه. هنا الخلاف بيبدا، محدش كان عاوز يختار الشمسيه وثلاثه بيختاروا باقي الاشكال، ولان الشخص الرابع ما كانش موافق على الشمسيه بيتجادل معاهم لغايه ما الوقت بيخلص وبيتم استبعادهم الاربعه. المشكله ما كانتش في ان واحد هيختار شكله وخلاص، ده الشكل اللي هيختاره هيكون للفريق بتاعه كله، وبيدخل اربعه تانيين علشان يختاروا الشكل وبتحصل نفس المشكله. الشخص الرابع بيتفرض عليه الشمسيه ومحدش كان راضي يتنازل او يتفقوا عن اقتناع علشان يكملوا اللعبه، والوقت بيخلص ومش باقي غير سبع ثواني يتفقوا يا هيستبعدوا كلهم. فعلا بيتم استبعاد الاربعه، بيدخل اربعه غيرهم، والمره دي سبنسر كان الشخص اللي وافق انه ياخد رمز الشمسيه، ومفيش ولا واحد في فريقه كان مبسوط بالاختيار ده لانه هيكون صعب جدا عليهم. بعدها بيدخل اول فريق اللي اختاروا الدايره للقاع، وكل واحد منهم بياخد علبه فيها قرص حلوى محفور فيه دايره ومعاه ابره. كان لازم انهم يفرغوا الدايره من القرص من غير ما يكسروها او يشققوها، ولا يعمل العكس هيتم استبعاده. كان الوقت المتحدد 10 دقائق، كانوا اطول 10 دقائق عليهم كلهم، كانوا متوترين وكل واحد بيحاول انه ما يكسرش الدايره. شويه منهم بينجحوا بس كتير بيكسروها وبيستبعدوا. اللي بينجحوا في اللعبه دي بيرجعوا لعنبر تاني. برايتون بقى اللي اختار رمز المثلث كان فريقه فرحان بيه علشان اختار لهم رمز سهل، ونفس الحكايه في اللي بيكسر القرص وبيخرج، والباقيين اللي بينجحوا بيرجعوا لعنبر. بعدها كان الدور على الفريق الثالث اللي من نصيبه رمز النجمه. الظاهر ان رمز النجمه ما كانش بالسهوله اللي كانوا فاكرينها، وداين اللي اختارت استبعاد موتي بالصدفه بتكسر النجمه وهي بتفرغها وبتخرج بره اللعبه، وكانت عارفه ومتاكده ان ده جزاءها علشان استبعدت واحد زميلها. الوقت بيخلص وكتير ما كانوش خلصوا فبيخرجوا من اللعبه، وعدد قليل منهم اللي بيرجعوا العنبر. بعدها كان الفريق الاخير ورمز الشمسيه، كلهم كانوا متوترين، وكايل هو كمان بيخرج كتير جدا بيفشلوا في انهم يفرغوا رمز الشمسيه من غير ما يكسروه. كلهم كانوا بيبقوا على اخر لحظه وفجاه بتكسر منهم، وسبنسر اللي اختار الرمز من البدايه كان متوتر وبينهار اول ما بيكسر وكمان الشمسيه وهو بيفرغها في اخر لحظه، ومش بيرجع العنبر منهم غير ربع الفريق. في لعبه دالجونا كان اللي خرجوا من اللعبه 69 واحد، وبقى مجموع الفلوس في الحصاله 3,037,000 دولار. بعدها كل مجموعه كانوا بيحاولوا انهم يعملوا فريق ويتفقوا على استراتيجيه يلعبوا بيها. لما بيدخل واحد من الحرس وبيسيب تليفون في العنبر ومحدش كان عارف ايه الهدف منه، وقتها لين بتروح تتكلم مع برايتون علشان تتاكد وتعرف شخصيته، هو دي طبيعته ولا هو بيتظاهر وخلاص وعامل فيها قوي. بنعرف ان برايتون دي طبيعه شخصيته اصلا، من سبب في كونه مش بيفكر غير في نفسه علشان هو من يوم ما اتولد وما كانش قدامه غير امه، اتعلم انه ما يثقش في اي حد غير فيها لانها هي اللي كانت معاه طول الوقت وفي ظهره. ولما لين بتتكلم معاه بتعرف انه مش شخصيه انانيه ولا حاجه. المهم ان وقتها كل الجماعه حوالين التليفون بيحاولوا انهم يتصلوا بحد بس ما كانش شغال، وبعد شويه فجاه التليفون بيرن بعد ما الكل بعدوا عنه. الوحيد اللي كان لسه كان جنب التليفون كان حسنين، هو اللي بيرد. ساعتها البنت بتقول له انه هياخد مكافاه علشان هو اللي رد على المكالمه. ساعتها بيدخل العنبر واحد من الحرس ومعاه صينيه عليها وجبه، الكل بيتفاجئوا وبيجروا عليه ياكلوا منه الاكل مع انه كان له هو ومش بيقدر يبعدهم او يسيطر على الصينيه باللي عليها. وبنت بتخطف سندوتش البرجر وبتجري تاكله بعيد. بعد شويه التليفون بيرن تاني وهو اللي بيروح يرد برضه. الصدمه بقى المره دي البنت اللي بتقول له انه يتم استبعاده لو ما اقنعش واحد تاني يجي يرد على التليفون وياخد المكالمه بداله. ساعتها كان مصدوم ومش عارف يعمل ايه ولا يختار مين. حسنين بيقف شويه يفكر، والكل مستغربين من ان المكالمه طولت، وبينادى على الكل وبيقول لهم بيعرضوا على اللي هيرد كعكه شوكولاته علشان يشجعهم ويطمعهم. ولما محدش بيقتنع بالفكره ومش بيرد مكانه بيخرج هو من اللعبه. بعدها بنتعرف على فيجي
كانت بتحاول تكون صديقة لكل من غير ما تضايق حد ولا تعمل معهم صراعات ومشاكل. بيعد اليوم ده لما بتنطفي الأنوار، وتاني يوم الكل كانوا بيستعدوا للعبة التانية. لما بدخل فجأة مجموعة من الحرس وبياخدوهم على صالة الألعاب. المرة دي كان عليهم انهم يقسموا نفسهم 8 طوابير، كل واحد بيختار رقم الفريق اللي هيكون فيه، ولازم ان كل الطوابير تكون متساوية في العدد. ولما كان في طابور اكبر من الباقيين، الكل بيتفقوا على انهم يتعاونوا ويساووا الفرق علشان ما يتمش استبعادهم كلهم من قبل ما اللعبة ما تبدأ. بعدها بيعملوا قرعة على مين الفرق اللي هتتنافس الاول، بيتم اختيار الفريق 3-1 وانتقلوا لصالة تانية. كانت اللعبة هي السفن الحربية، الفريق الاحمر والفريق الازرق، كل واحد منهم بيروح في اتجاه، وكان في عازل بينهم محدش شايف الفريق التاني، بيت اسمه لكابتن وملازم، وباقي الفريق بيكونوا في السفن الحربية جوه اللعبة. كانت قوانين اللعبة ان الكابتن هيختار سفينة الفريق المتنافس اللي هيضرب عليها صواريخ علشان يغرقها. السفينة اللي هتغرق اللعيبة اللي فيها يخرجوا من اللعبة، يعني المسؤولية كلها على الكابتن والملازم اللي معاه. ساعتها كل كابتن في الفريق بيحرك السفن اللي عنده في مكان معين على الخريطة، وأول ما اللعبة بتبدأ بيختار المربع اللي هيضرب عليه الصاروخ. الفريق الأزرق مش بيصيب سفن في أول ضربة، والتانية كان الفريق الأحمر مش بينشن على حاجة برضه. بس بعد شوية الفريق الأزرق بيصيب أول سفينة، بس كان لازم يصيبها كلها على الخريطة علشان يغرقها. في نفس الوقت الفريق الأحمر بيغرق سفينة الفريق الأزرق كاملة، شوية الفريق الأزرق بيغرق سفينة للفريق الأحمر. فجأة السفينة اللي فيها برايتون بتتضرب، وكان هيتم استبعاده لولا زميله هو كمان اتضرب. ساعتها برايتون كان مرعوب انه يخرج في اللعبة دي، وهو مش بيبذل مجهود او بيحاول يفوز لان القرار مش في ايده. بعد شوية كان الفريق الأحمر غرق سفينتين للفريق الأزرق وهو اللي بيفوز. ساعتها بيتم إقصاء كابتن الفريق الأزرق والملازم اللي معاه والأعضاء اللي كانوا في السفن الغرقانة، والباقيين بيرجعوا العنبر. برايتون كان منهار إنه مش هيوصل للنهاية، وبيجي الدور على فريقين تانيين. الفريق الأزرق بقيادة تي جي بينجح في تدمير أول سفينة. كان في خطر إن أكبر سفينة عنده تغرق ويخرج 5 من الفريق، بس هو بينجح في تدمير السفينة التانية وفريقه هو اللي بيفوز. عشان هو اللي فاز، مفيش ولا واحد من فريقه بيخرج من اللعبة. بيرجعوا على العنبر ومنهار بعد ضغطة الأعصاب اللي كان فيها. بعدها كان فريقين تانيين، الفريق الأزرق بيغرق أول سفينة كاملة للفريق الأحمر، وعلى طول بعدها بيغرقوا التانية وبيفوزوا بسهولة. وآخر فريقين الفريق الأزرق بيغرق سفينتين الأول وهو اللي بيفوز من غير ما حد يخرج من اللعبة. بعد ما الكل بيرجعوا العنبر بيعرفوا إن تم استبعاد 73 شخص بعد ما كانوا في أول اللعبة 456. شوية والحراس بيدخلوا معاهم لوحة أرقام، وبيعرفوا اللعيبة إن اللعبة الجاية هتتم قدام الكل في العنبر هنا، وهتكون إنهم يختاروا واحد يتم استبعاده، وهيكون في تصويت عليهم، واكتر ثلاثة هيكون التصويت ضدهم هيخرجوا من اللعبة فورا. ما كانش فيه مكان حد يستخبى فيه، وكان لازم انهم يختاروا حد، بس ما كانش فيه ولا واحد عاوز يقوم بالمبادرة وصوت على استبعاد حد تاني علشان ما تحطش في نفس الموقف. كانوا قدامهم نص ساعة يختاروا ويقرروا فيها. كل مجموعة منهم بيختاروا قائد ليهم، فيه اللي بيروح مع تي جي. كلهم كانوا عاوزين يخلصوا من اللعبة دي، بس مش محددين هيستبعدوا مين، وكمان محدش عاوز يشيل مسؤولية الاختيار ده. فتالين بتيجي بفكرة وبتروح المطبخ تقطع كمية تفاح كبيرة وترجع بيها توزعها على زمايلها، بس لورينزو بيعملها بتعالي وقلة ذوق وبيمشي بعيد مع انها كانت بتعامله بلطف. شوية والوقت كان قرب يخلص، وبيدخل الحراس علشان يبدأوا الاختيار والتصويت. بيجمعوا كلهم في طابور طويل علشان يدخلوا رقم الشخص اللي هيستبعده. المشكلة بقى ان ما كانش في حاجة في السر، او الواحد لما بيدخل رقم واحد من اللعيبة بتظهر صورته على الشاشة. ساعتها الكل بيتوتروا، بس ما كانش في قدامهم غير كده اللعبة ودي قوانينها. ليه لما بتيجي تصوت هي كمان بتكتب رقم لورينزو علشان الموقف اللي عمله معاها، وكانت شايفة انه يستاهل الاستبعاد. الكل بيلتزموا بالتصويت ضد الشخصين دول، لغاية ما واحدة بتدخل رقم الدكتور النفسي اللي كان بيحاول يقنعهم يدخلوا في فريقه علشان يضمن ان محدش يصوت ضده. بكده يبقى في 3 لعيبة الكل بيصوت ضدهم، لغاية ما واحد الدكتور النفسي بيدخل رقم البنت اللي صوتت ضده وحطته في الليستة، ولورينزو هو كمان بيدخل رقم لين. بقى على الشاشة 5 اشخاص والكل بيصوتوا ضدهم. في النهاية أول واحد بيتم إقصاؤه رقم 374، وبعده الدكتور النفسي، والتالت كان لورينزو. ولأول مرة محدش يبقى مبسوط بعد اللعبة، أو يسقفوا أو يحتفلوا. بيعرفوا إن لعبة الاستبعاد الجديدة دي هتكون بكرة هنا برضو، ما زالوا بيفكروا في الشخص اللي هيختاروه تاني. بيعملوا تحالفات مع بعض على قد ما يقدروا علشان كل واحد يضمن إن يكون ليه حلفاء ومحدش يخرجه من اللعبة. بعد شوية صب بينادي على اللاعب العجوز رقم 232 علشان يروح على غرفة الأعمال المنزلية مع أي لاعب من اختياره، فبيروح مع ستيفن شاب معاه في الفريق وبقوا أصدقاء. ساعتها لما بيدخلوا القاعة بيشوفوا بطاقتين، واحدة حمراء وواحدة زرقاء. على طول العجوز بيعرف اللعبة دي إيه، اسمها داكجي، والمفروض إن يرمي بطاقة منهم على الأرض ويضرب بيها التانية علشان يقلبها بضربة واحدة. طبعا اللعبة دي كانت غريبة على ستيفن، بس بيحاول إنه يعمل زيه. في الأول مش بيعرف لغاية ما الجد بيعلمه. وبعد ما بيلعبوها شوية صب ينادي على ستيفن ويقول له انه خسر اللعبة، وبيدخل حارس من الباب. ساعتها بيفتكروا انه تم استبعاده خلاص.
فاجئوا ان الحارس بيدي اللي جد له الشوكولاته وبيسيبهم وبيخرج من غير ما يستبعد ستيفن ولا حاجه زي ما كان فاكر. بعدها بيدخل العنبر مجموعه من الحراس ومعاهم ترابيزه وبيطلبوا متطوعين للعبه دي. ساعتها الكل بيخاف من انه لو اتطوع يتعرض للاستبعاد شويه لغايه ما مجموعه منهم بيتطوع علشان اللعبه تبدا. ساعتها الحارس بيحط 6 صناديق على الترابيزه، بيطلبوا من كل واحد من الخمسه اللي اتطوع انه يختار صندوق من دول ويقف وراه. لغايه دلوقتي محدش كان عارف ايه اللعبه دي. صوت البنت بتقول لهم ان اللي جوه الصندوق حاجه هتخليهم يستبعدوا لاعب تاني او يكون لهم الافضليه او اقصاء مباشر اللي معاه الصندوق. مش عايز اقول لكم بقى على كميه التوتر وشده الاعصاب اللي كانوا فيها في اللحظه دي. شويه والبنت بتنادي على اللاعب 183 وتطلب منه يفتح الصندوق اللي معاه، واول ما اللاعب بيفتح الصندوق بيخرج منه مهرج صغير. وصوت البنت ساعتها بتقول له ان دلوقتي لازم يختار شخصين علشان يتم استبعادهم. ساعتها 183 بيختار الاثنين اللي متكلمش معاهم ابدا من زمايله، اولهم بنت رقم 26 واللي بيتم استبعادها فورا، والتاني كان واحد بينشر معلومات غلط وسطهم من اول ما دخلوا اللعبه وبيوقع بينهم اكاذيب هو بيألفها، وده كان اللاعب 141. بعد اللاعب 375 بياخد الاذن انه يفتح الصندوق اللي قدامه بيتم استبعاده هو شخصيا. الدور بعدها كان على 87 الاول ما بيفتح الصندوق، البنت بتقول انه يختار لاعب واحد علشان يستبعده من اللعبه. بيختار 176 علشان هو قائد الفريق اللي كان بيوجه مجموعه كبيره من اللي معاه. بعدها رقم 130 بيفتح الصندوق وبياخد افضليه في اللعبه اللي جايه. مبقاش فاضل غير 229 اللي كانت منهاره من اللي هتلاقيه في الصندوق والاختيار الصعب اللي هتقع فيه. ولما بتفتح الصندوق كانت النتيجه انها لازم تختار 3 لاعبين يتم استبعادهم. الاختيار كان صعب، بيختار 130 اللي لسه واخد الافضليه وبيخرج من اللعبه مباشره، والاثنين التانيين كان ستيفن والجد العجوز علشان كانوا عاملين تحالف وبيكسبوا في الالعاب اللي فاتت. الفريق بقى اللي كان فيه الجد كان في ورطه لانهم كده خسروا الطبيب النفسي والجد اللي كان احكمهم، وبيعدي اليوم ده كمان. تاني يوم بيصحوا من بدري، وتراي كان حاسس بالتهديد هو وامه، وكان شايف انهم محط التركيز واي حد هيكون عاوز يفرق بينهم ويخرجهم من اللعبه. ساعتها بيتم طلب 5 من اللاعبين علشان يقوموا باعمال منزليه. ساعتها محدش بيتطوع، بس لما الصوت بيقول لهم انهم لو نجحوا في اتمام المهمه كل اللي في العنبر هياخدوا مكافاه، بيختاروا ساعتها 5 منهم بيروحوا ينفذوا المهمه دي. محدش كان عارف ان دي لعبه خدعه او حلوه. لما بيروحوا المطبخ بيلاقوا صناديق برتقال، بنطلب منهم انهم يعصروا البرتقال ده كله في البرطمانات لغايه ما يملوها في نص ساعه. لو نجحوا هيتم مكافاه العنبر كله. بسرعه بيبداوا تقطيع البرتقال وعصره. في الوقت اللي كانوا الباقيين في العنبر بينهم توتر، تحالفات في كل حته، بس جاكي كانت الى حد ما بتعرفش تشتغل في مجموعات او تتعامل زي الباقيين في جامعات، لانها طول حياتها كانت بتحاول تبعد عن الناس. وفي المطبخ كانوا الخمسه لسه بيعصروا البرتقال وهما بيفكروا ايه هي المكافاه، واول ما بيعرفوا ان لسه 30 ثانيه بس بيجروا بسرعه علشان يكملوا البرطمانات على اخرها علشان يتمموا المهمه ويفوزوا. واول ما الوقت بيخلص بياخدوا امر انهم يرجعوا العنبر وهيتم اعلان نتيجه المهمه بعد شويه. فعلا بيرجعوا العنبر اخيرا، وبعدها بيدخل الحرس وكان شكلهم مخيف المره دي، بس بيقولوا لهم ان الخمسه اتموا المهمه بنجاح وعلشان كده الكل هيتكافئوا، والمكافاه كانت نزهه بس مش بره المبنى دي، في العنبر زي ما هما. بيوزعوا عليهم مفارش وبيطلبوا ان كل واحد يختار اللي هيكون معاه شريك. المشكله انهم كانوا 63 واحد، يعني هتبقى واحد هيكون لوحده. كل اتنين بياخدوا مفرش وبيختاروا مكان يفرشوا فيه ويقعدوا فيه، وكمان كل اتنين بياخدوا سله فيها حاجات مختلفه، اللي بيلاقي اكل واللي بيلاقي حلويات. لين وابنها بيلاقوا حاجه بتخلي وشهم يجيب الوان. اللي كان في السله كان اختيار ان حد فيهم يستبعد التاني من المسابقه، ومش هما بس، كذا مجموعه غيرهم بيتحطوا في نفس الاختبار. ساعتها بينهاروا ومش عارفين يعملوا ايه، محدش كان عاوز يلعب ضد حد او يستبعد شريكه، لغايه ما الحراس بيدخلوا وبياخدوهم للعبه التانيه، لعبه الكرات الازاز. كانوا هيلعبوا شريكهم واللي هيفوز بس هما اللي هيرجعوا العنبر والباقيين هيتم استبعادهم. ساعتها بقى الكل هيبداوا يتغيروا بشكل جذري، فتفتكروا ايه اللي هيحصل؟ ومين اللي هيكون حظه حلو ويكمل اللعبة للنهاية ويفوز بـ4 مليون دولار؟ لغاية هنا حلقتنا بتخلص. لو عجبتكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار الحلقة الجديدة.